طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناه عمان الثقافيه بكل الخير، اهلا بكم معنا الى نشره اخبار الثقافه نبداها بالعناوين. السلطنه الاولى عالميا في برنامج جلوب الدولي عن بحث علمي لنبات القصب. السلطنه تشارك في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب 2018. الإفراج بكفالة عن النجم الهندي سلمان خان بعد إدانته بالصيد الجائر. أهلا بكم. حققت السلطنة المركز الأول عالميا في برنامج جلوبال بي إي، وذلك عن البحث المعنون بدراسة فعالية استخدام نبات الروغ القصب في تسميد النبات وتأثيره على الماء والتربة التي ينمو فيها. ونالت السلطنة الأفضلية خلال مشاركتها في المعرض الدولي، والذي بلغ عدد البحوث المشاركة فيه 150 بحثا، حيث تأهلت 6 بحوث عمانية إلى مرحلة متقدمة من المنافسة. يذكر أن برنامج جلوب الدولي يطبق في المديريات التعليمية بالسلطنة، ويقوم على فكرة إيجاد مجتمع علمي يعمل معا من أجل جمع بيانات حول عناصر البيئة الطبيعية، ومن ثم استخدامها في البحوث العلمية. تشارك السلطنة ممثلة في وزارتي التراث والثقافة والأوقاف والشؤون الدينية في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب 2018. وستقوم الوزارتان بالمشاركة بمطبوعاتهما التي تتناول جوانب متعددة، منها التاريخية والأدبية والثقافية والفقهية والإعلامية. كما سيرفد الجناح بإصدارات جديدة ومتنوعة يتم تنسيق تحضيرها بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية الأخرى. وتهدف هذه المشاركة إلى تفعيل الجناح العماني كملتقى أدبي ومعرفي، نظرا لما يحتويه من تنوع ثقافي ومعرفي. ويتبوأ معرض تونس الدولي للكتاب مكانة مرموقة بين معارض الكتاب في دول شمال أفريقيا، ويعد إحدى البوابات الثقافية نحو دول القارة الأفريقية. أفرجت محكمة هندية عن نجم بوليود سلمان خان بكفالة في قضية يتابعها عشرات الملايين من معجبيه والمهتمين بقطاع أفلام السينما. قضت فيها محكمة بسجن خان لخمس سنوات لإدانته بالصيد غير القانوني وانتهاك قانون الحياة البرية. أفرجت محكمة هندية يوم السبت عن نجم بوليوود سلمان خان بكفالة في قضية يتابعها عشرات الملايين من معجبيه والمهتمين بقطاع أفلام السينما وأثرت بشدة على شعبيته. كانت محكمة قد قضت يوم الخميس بسجن خان لخمس سنوات لإدانته بالصيد غير القانوني وانتهاك قانون الحياة البرية بعد أن قتل ظبيا أسود من الأنواع المهددة بالانقراض في قضية ترجع لعام 1998. والإدانة الأخيرة ليست الأولى لخان وعلاقته بالمحاكم، ففي عام 2015 ألغت محكمة مومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 4. كما برئ العام الماضي في جوتبور من قضية صيد غير قانوني أخرى بسبب نقص الأدلة. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية، وتتابعون فيها بعد قليل. تحطيم الجرار الفخارية تقليد يحتفل به سكان جزيرة يونانية كل عام. أهلا بكم من جديد.
تحطيم الجرار تقليد يحتفل به سكان جزيرة كورفو اليونانية في هذا الوقت من كل عام. التقليد القديم والغريب يقوم فيه سكان الجزيرة برمي الجرار الفخارية الملأة بالمياه من شرفات المنازل. تحطيم الجرار تقليد يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس من سكان جزيرة كورفو اليونانية بعيد القيامة. التقليد القديم والغريب في الوقت نفسه يحيي به سكان الجزيرة يوم سبت النور الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة برمي هذه الجرار الفخارية الملأة بالمياه من شرفات المنازل في وسط المدينة وسط حضور الآلاف الذين ينتظرون هذه الفعالية كل عام. ومع سقوط كل جرة تنطلق صيحات المتفرجين الذين يأتون من داخل اليونان وخارجها لحضور الحدث الذي تشتهر به المنطقة، في حين يقف كثيرون منهم على مقربة من أماكن سقوط الجرار غير آبهين بخطر سقوطها قريبا منهم، ويقول المنظمون إن الفعالية لم تشهد من قبل أي إصابات. إلا أن أصل هذا التقليد غير واضح، وهناك معتقد سائد بأن الفكرة جاءت مع سكان البندقية الذين حكموا الجزيرة بين القرنين 14 و18، وكانوا يحتفلون بالعام الجديد بإلقاء مقتنيات بيوتهم في الشوارع ليفسحوا مكانا يضعون فيه مقتنيات جديدة يبدأون بها عامهم الجديد. وأخذ سكان الجزيرة هذا التقليد عنهم وجعلوه مرتبطا بقذف الجرار وحولوا موعده من بداية العام ليكون أحد مظاهر الاحتفال بعيد القيامة، وهو واحد من أهم العطلات في التقويم الديني لدى اليونانيين. نيكوس فوسكوبولوس أحد سكان الجزيرة والذي يشارك في الفعالية منذ 20 عاما قال إنه يمكنك أن ترى رد فعل الناس ممن يترقبون الحدث بلهفة، وأضاف أنه دائما ما يقول إن هناك متابعين له ينتظرون منه أن يقذف جرته، وأكد سعادته باهتمام الناس بهذا التقليد وحبهم لمتابعته. ويعتقد بعض سكان الجزيرة أن هذا التقليد يساعد في التخلص من الأرواح الشريرة، في حين يصطحب متفرجون قطعا من تلك الجرار المحطمة إلى منازلهم أملا في أن تجلب لهم الحظ. في محاولة لإلقاء الضوء على ما يصفه أحد سكان بروكسل بالحالة المتردية للعديد من شوارع العاصمة البلجيكية، يقوم أنتون شورمانس بزرع النرجس البري أو نبتة إبرة الراعي متحديا في بعض الأحيان المرور الكثيف للوصول إلى وسط الشوارع المزدحمة. في محاولة لإلقاء الضوء على ما يصفه أحد سكان بروكسل بالحالة المتردية للعديد من شوارع العاصمة البلجيكية، يزرع هذا الرجل زهورا في الحفر التي تنتشر في شوارع المدينة. أنتون شورمانس يحمل حقيبة ملأة بالزهور والطمي وفي يده إناء صغير من البلاستيك لرش المياه، ويجوب شوارع المدينة ليزرع النرجس البري أو نبتة إبرة الراعي في كل حفرة يمر بها، متحديا في بعض الأحيان المرور الكثيف للوصول إلى وسط الشوارع المزدحمة. ومن أمام كاتدرائية في بروكسل حيث زرع عددا من الزهور، قال شورمانس الذي يبلغ 29 من العمر إن هذه الحفر مصدر إزعاج للمشاة وراكبي الدراجات وقائدي السيارات على حد سواء. وتوقف كثيرون لالتقاط صور للزهور المزروعة في الحفر بهواتفهم، واتفق الكثيرون على أن تلك الحفر صارت تمثل مشكلة. فابيان غرايمز وهو سائح من كندا يعتقد أن الناس يجب أن لا يعتمدوا على مجرد كتابة الرسائل وتمني أن يبادر أحدهم بعمل شيء، مضيفا أنهم قادرون على الخروج إلى الشارع والقيام بشيء فعال وأن يجعلوا مدينتهم أجمل، ويحث الناس على إحداث تغيير. شورمانس الذي انتقل للعيش في بلجيكا قادما من هولندا قبل 7 سنوات قال إن احتجاجه بالزهور حقق قدرا من النجاح بالفعل، إذ اقتنع مجلس بلدية المدينة بالتحرك، وأضاف أنه جرى إصلاح حفرة بعد 2 يوم من زرع الزهور فيها. العسل يحول تلميذة في أفغانستان إلى مديرة مشروع. التلميذة التي تدعى فروزان والبالغة من العمر 19 عاما حصلت على قرض صغير قبل 3 أعوام اشترت به خلية نحل.
والتقرير التالي يحمل التفاصيل. العسل الأبيض يمثل فرصة بالنسبة لهذه التلميذة الأفغانية لإيجاد عمل وإقامة مشروع في بلد لا يتاح فيه لكثير من الفتيات فرصة للعمل. التلميذة التي تدعى فروزان والبالغة من العمر الآن 19 عاما حصلت على قرض صغير قبل 3 أعوام اشترت به خليتي نحل وتعلمت تربيته من مؤسسة هاند ان هاند انترناشنال، وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الفقر. وجمعت فروزان التي تعيش في منطقة مارمل في إقليم بلخ شمال أفغانستان 16 كيلوغراما من العسل في بداية عملها، مما أتاح لها رد القرض والاحتفاظ ببعض النقود أيضا. أما الآن فقد أصبح لديها 12 خلية نحل، وأنتجت فروزان العام الماضي 110 كيلوغرامات من العسل، مما مكنها من جمع 100,000 أفغاني أو ما يوازي 1450 دولارا في بلد يبلغ نصيب الفرد فيه من الناتج الإجمالي المحلي نحو 600 دولار في المتوسط. وتقول فروزان إنها أخبرت سكان قريتها بمشروع تربية النحل فتقبلوا الأمر، رغم أن التقاليد لا تسمح للنساء بالعمل خارج هذه القرية. وأوضحت الفتاة الأفغانية أن الاعتناء بعشرات الآلاف من النحل يمكن أن يتم بسهولة إلى جانب الدراسة والأعمال المنزلية، كما أن والدها إسماعيل الذي يعمل مزارعا مثل أغلب سكان المنطقة يدعم مشروعها. ويأخذ إسماعيل إنتاج ابنته من العسل كل بضعة أسابيع إلى مزار الشريف عاصمة الإقليم التي تبعد أكثر من 50 كيلومترا كي يبيعه للمتاجر. عندما دخل مشروع تربية النحل إلى قريتنا أظهرت فروزان اهتماما كبيرا به وساعدت بذلك ودعمتها، فقد كان حلمي أن تكون لي ابنة يمكنها أن تجد عملا مثل هذا وتصنع مستقبلا لنفسها. وتريد فروزان وهي حاليا في السنة النهائية من الدراسة بالمدرسة أن تدرس الاقتصاد وتنمي مشروعها، وهو هدف ربما أصبح الآن ممكنا لها ولشقيقاتها الثلاث بسبب الدخل الذي يضره عليها هذا المشروع. في تحدي غير مسبوق للصعود على قمم العالم يستعد أول شخص مبتور رجلين حتى مستوى الركبة لتسلق قمة إيفرست، رغم المخاوف التي تخيم عادة على المتسلقين قبل التفكير في صعود ما يعرف بسقف العالم. بعد عدة محاولات لم تكلل بالنجاح لم يتخلى الصيني شيابويو عن حلمه في تسلق مرتفعات هملايا وصولا إلى قمة إيفرست على قمم العالم، رغم كونه مبتور الساقين ووجود حظر من السلطات رفع عن رحلته في الآونة الأخيرة. يبلغ هذا المغامر الاستثنائي 69 عاما وهو أول شخص مبتور الرجلين حتى مستوى الركبة يحاول تسلق ما يعرف بسقف العالم. تسلق قمة إيفرست هو حلمي، علي أن أحققه. وشرع شيا في الاستعداد لرحلته التي سينطلق بها هذا الربيع محاولا للمرة الخامسة تسلق القمة الواقعة على ارتفاع نحو 9,000 متر. كل ذلك لم يكن له أدنى تأثير على حلم شيا ببلوغ القمة، ففي العام 2014 انطلق في محاولة جديدة، لكن انهيارا ثلجيا داميا أودى بحياة 16 مرشدا أدى لوقف كل رحلات التسلق في ذاك الموسم. في العام التالي كان شيا في طليعة منتظري الإشارة لبدء رحلة تسلق القمة، لكن زلزالا قويا ضرب النيبال أسفر في إيفرست وحدها عن وفاة 22 شخصا إثر انهيار الثلج على معسكر الانطلاق، فتوقفت رحلته أيضا. أما المحاولة الأخيرة لهذا المغامر العنيد فتعود إلى العام 2016، لكن الأحوال الجوية البالغة أجهضت إتمام حلمه قبل 200 متر فقط من القمة. ويغامر الكثيرون لليل تحدي التسلق عبر قمم إيفرست رغم دفع البعض أرواحهم لهذا القرار، ففي العام الماضي تمكن نحو 640 شخصا من بلوغ القمة، لكن 7 آخرين قضوا نحبهم في المرتفعات الخلابة الواقعة بين النيبال والصين والهند وباكستان وبورما ومملكة بوتان. إذن الإرادة تتحدى الإعاقة والهدف قمة إيفرست. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الثقافية، نعود للتفاصيل.
في هذه العناوين: السلطنة الأولى عالميا في برنامج جلوب الدولي عن بحث علمي لنبات القصب. السلطنة تشارك في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب 2018. الإفراج بكفالة عن النجم الهندي سلمان خان بعد إدانته بالصيد الجائر. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر لكم طيب المتابعة.